بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، متواصلين مع حضراتكم في أشواطنا المتتالية في صباح هذا اليوم، انطلاقة شوطنا العشرون للقعدان الحقائق في عاصمة الميادين ميدان الوثبة. انطلقت هذه الأسماء واندفعت هذه الشعارات، أتبدأ في هذه اللحظات مع البداية لأتابع أول الانطلاقات هنا في هذه اللحظات. شلال المنطلق بشعار سهيل بن أحمد بلوتية العامري ينطلق مع البداية ومع الصدارة. المركز الثاني الحضور من البرنس هنا علي بن معيوف الدرعي من يتقدم في هذه اللحظات، بينما المركز الثالث غازي لناصر بن عبيد بن علي الدرعي قادما وحاضرا في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع الحضور والتواجد في هذه اللحظات من انطلاقة هذا الشعار. هنا يتقدم عناد علي بن سالم بن عبيد بو ظفير العامري، والمركز السادس الحضور هنا من الطائر ياسر بن سالم بن شامس العامري، بينما الحضور من الجانب الايمن من مداهم ناصر بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي. واتابع اللي حضر في هذه اللحظات من الجانب الايمن، اتابع هذا الشعار، اتابع هذا الانطلاق، هذا الحضور، لاتعرف على هذا الاسم اللي يتواجد في هذه اللحظات من الجانب الايمن. وصل هنا شعار عامر بن مصبح بن عامر بن حوير بن منصوري مع من هي القادم، بينما الحضور بينما التواجد القادم في هذه اللحظات مهول عمران بن حمد بن محمد العامري هو القادم، والحاضر صايب محمد بن فارس بن حمد الشامسي هو القادم، والقادم في هذه اللحظات طايل لحمدان بن سعيد بن حمرور العامري، ووصول من الطاير لياسر بن سالم بن شامس العامري. هكذا النداء، نعود إلى البداية. 1200 ما يفصلنا، 1200 ما يتبقى عن الفوز وعن الانتصار. غازي بن ناصر بن عبيد بن علي الدرعي المقدم لغازي مع البداية. المركز الثاني من هي والقادم، من هي والحاضر؟ عامر بن مصبح بن عامر بن حوير بالمنصورية المركز الثالث. هنا أتابع مهول لعمران بن حمد بن محمد العامري، والمركز الرابع 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 وصل في هذه اللحظات. أول نداء لراهي ناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي، والمركز الخامس البرنس لعلي بن معيوف الدرعي هو القادم، ولكن غازي 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 اللي غز الصدارة، اللي غز المقدمة هنا في هذه اللحظات. ناصر بن عبيد بن علي الدرعي الدرعي، الله يا الدرعي، الله يا غازي، ولكن من هي؟ من هي والقادم؟ وطار غازي طار نحو الانتصار، نحو الإبداع، نحو الناموس. يا الدرعي يا الدرعي يا الدرعي، بسم الله عليه وحواليه، ما شاء الله. هنا غازي ناصر بن عبيد بن علي الدرعي يقدم العروض الكبيرة، يقدم العروض الممتازة في آخر الأمتار في عاصمة الميادين. الله 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 على هذا العرض المميز. تهانينا إنتاج أب وأم، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، والناموس ناموسين. يا الدرعي راعي غازي المركز الثاني. كان حضور وتواجد طايل لحمدان بن سعيد بن حمرور العامري المركز الثالث. كان حضور وتواجد ايضا مع المركز الثالث في هذه اللحظات الشبل احمد بن عبد الله بالطير العامري، والمركز الرابع.
كان حضور منه عامر بن مصبح بن عامر بن حويرب المنصوري والمركز الخامس، كان حضور وتواجد ايضا راهي ناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي. هذا غازي ولحظات الإعادة عبر قناة ياس، توقيته ولحظات وصوله هنا غازي لناصر بن عبيد بن علي الدرعي. 4 دقائق 27 ثانية، 4 أجزاء من الثانية تانينا والناموس بينما المركز الثاني. كان حضور وتواجد هنا مشاهدينا الكرام، كان حضور طائل لحمدان بن سعيد بن حمرور العامري. 4 دقائق 33 و3 أجزاء من الثانية توقيته مع المركز الثاني. المركز الثالث كان حضور مشاهدينا الكرام اللي هو الشبل أحمد بن عبدالله بطير العامري. 4 دقائق 30 ثانية 5 أجزاء من الثانية. المركز الرابع كان حضور وتواجد ايضا هنا منه لعامر بن مصبح بن عامر بن حوير بن منصوري، توقيت 4 دقائق 30 ثانية 6 أجزاء من الثانية. والمركز الخامس كان حضور راهي لناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي، توقيته 4 دقائق 32 ثانية. بالوفاء والتمام تهانينا والناموس لجميع الاخوان الفائزين في صباح هذا اليوم.